غلاء الأسعار يجعل مهمة بشير أصعب في توفير احتياجات أسرته. يقول إنه المعيل الوحيد لهذه الأسرة وبدخل يومي محدود. نقيل وين نشتغلوا من مع الصباح هنين الدحمس. واحد داخل اليوم قليل جدا. وطم قال جابرين الأسعار واعرين. لو أن الأسعار هنا قال بس يا غير الأسعار واعرين. لجبرت اليوم شيء داخل اليوم ما هو معدل ترتيباتها كاملة. مواد غذائية شهدت ارتفاعا في أسعارها بشكل يرى المواطنون هنا بأنه بات منهكا للكثيرين ويجب النظر فيه كي لا تتفاقم الأزمة. المواطنين الضعاف اللي كلهم داخل الفردي ضعيف ما هو قادر يعيش راسه إلى قلبة تعود المواد الغذائية مخفضة لكنه قد يعيش. أسعار واعرة حتى للمواطن الموريتان وشغلة ما يخالق والشعب موريتان ضرك الأزمة متينة شوي. الدولة لما اضطرت شي في اخبار الاسعار موريتانيا نقول لك انها حالها متين. الحكومة الموريتانية تعلن من وقت لآخر عن إجراءات تهدف لخفض الأسعار وضبطها، إجراءات يقول المستهلكون إن نتائجها لم تنعكس على أرض الواقع. هما فيها مواد الوزارة المعنية باتفاق مع الموردين حدث لهم سقف أسعارهم ويلتم عود بعض في الأسعار لين عودها ما فيها تجاوز ثاف فهم الأجهزة عند وزارة التجارة لتمكن الوقوف عليه ومعاقبة التعامل معه. وكانت موريتانيا قد أنشأت في أكتوبر الماضي مؤسسة عامة تحمل اسم مركزية شراء وتموين السوق بهدف توفير السلع الاستهلاكية والحد من الاحتكار والمضاربات. أزمة الغذاء العالمية تهدد موريتانيا لاعتمادها على استيراد معظم المواد الاستهلاكية، أمر تقول الحكومة إنها تعمل على الحد من آثاره بإطلاق برامج زراعية تهدف لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية. طيب الغث الحرة، نواكشوت.